ناجح مشهور، وهو صارم مع موظفيه بسببهم بيخسر 3 ملايين سنويا. وبطلتنا هي موديل إعلاني للشركات، فبيخبرها الشركة بتدور على موديل للإعلان المنتوش، رح أقترح اسمك عليهم. وأم البطل بدها الولد بأسرع وقت ليرت الشركة، فزوجته الحالية يلي تزوجها قبل 3 سنوات أمه بتنتظر الوريث منها، والبطل بيحبها كتير وما خبر أمه إنها ما بتقدر تنجب الولد، فبتخاف زوجته إنه يطلقها بسبب هالشي. وأبوها كل ليلة بيروح للقمار، وبكرة بيروح أبوها وبيسمع حديثهم عن الطفل، وأبوها عنده كتير ديون وبيطلب منه يسددهم، بس هو ما عنده فلوس. وبيجيب يارا الشركة للتصوير، وبتشوف كارت كتبه لزوجته وبتحكي انت لطيف مع زوجتك، فبيحكي مو عندك الحق تشوفي كارتي، وبتتأسف منه، بس تعبيرك عن حبك لشخص مو بخجل. وبيقترب منها وبيعرفها ابوها عليه، وبيحكي لها هي العارضة وهو يلي وظفك وبتشكره. وبتروح لتغير ملابسها وبيتأخروا في التصوير لأنه المنتوج ضاع، وبيكون عندهم البديل بس ما بيوافقوا لأنه مو أصلي، وبتطلب منهم يصوروا الإعلان بسرعة لأنها عندها امتحان بكرة، وما بيوافق إطلاقا البطل كيت وحتى العارضة ما بدو إياها. لو هذا بسببي فأنا آسفة كتير. وبتضل تتبعه وبتسقط على الأرض، وبيجي عندها وبتتأسف منه كتير وبتضل تتفلسف عليه، وبيسكر لها فمها بالقلم. رح خليكم ترجعوا للعمل بس بشرط 2 ساعة ما تتحدثي وتضلي واقفة على رجل وحدة هنا وترفعي ايدك، اوكي؟ وبيدخل للسيارة وبتتعجب بالنص لأنه بيضحك، وبيروح وبتحكي لها يلا نروح، أنا وعدته رح أضل هيك. وبيرجع عندهم وبيلاقوا المنتج الأصلي وبيخبرها يلا ارجعي للعمل. وبتفرح كتير وبترجع له القلم وبتمسح له إياه، وبتبدأ التصوير وبيضل يناظر فيها. وبتعرف أمه إنه زوجته أجرت عملية بشان ما تحمل بالطفل وخدعتهم طول هالوقت، وبيحزن منها وبيرمي الخاتم الزواج، وبيوصل أبوها للعب، وكل مرة بيخسر وبيهددوه إنه يدفع. وبيعرف كيت إنه أبوها بيسرق من الشركة، والمبلغ اللي سرقه 32 مليون. وبيروح ليشوفه وبتحكي له أبي مو هون، وبيحكي لها بالسالفة أبوها وما بتصدقه وما تبي تفتح الباب، وبيرسلهم ليدوروا على أبوها. انتي غاضبة، انا يلي لازم اكون هيك، بس الهبلة بتصدق يلي في راسها، فبيحكي الادلة عندي وما رح تتقيني، رح اخلي ابوك يدخل للسجن ويعوضني على كل قرش اخده مني. ابوك شخص سيء، وبتصفعه وبتحكي له ما اسمح لك تتحدث على ابي هيك، اذا بدك تنتقم منه لازم تواجهني اولا. وبيحملها وبياخدها للحمام، وبتضل تتكلم كتير وبتخبره ابتعد مني، فبيحكي لها انتي مجنونة خدي الحمام ما تسترخي. وبيبللها وبيترجاها تصدق بفعلة أبوها إنه العالم مو مثل ما بتفكري، وبتطلب منه يتوقف وبتضل تبكي. وبيطلع وبيسألهم وينه، فبتجاوب أخت أم البطلة إنه سافر قبل أيام وزوجته راحت لتدور عليه، وهي راجعة مع صديقتها للبيت. فبيعترضوا طريقها مجموعة عصابة وبيسألوها عن أبوها، وبيشوفهم كيت وبينقذهم وبيهربوا منهم. وبيروح ليدوروا على المكان اللي اختبئوا فيه، هي عندها حساسية من التراب وبتخاف كتير من الحشرات، فبتصرخ بصوت عالي. وبيشوفوه وبينقذهم في الوقت المناسب، وبتشكروا على مساعدتها، وبتشوفوا زوجته وبتنقذوا منهم، بس بيضربوه في رجله وبياخدوه للمستشفى. وبيعتذر منها وبيحكي لها رح أطلقك وخدي الأولاد معك للخارج، حتى لو سويت هالشي المشاكل ما رح تختفي. وبيجي عنده مع الشرطة وبيخبره بدي اتحدث معكم، عندي عرض أكتر من 32 مليون ويلي هي ابنته مشان تجيب له الولد. وبتجي عنده للشركة وبتشكره لأنه أمها كذبت عليها أنه سامح أبوها، وبيحاول يقترب منها وبتدفعه وبتحكي له ابتعد وإلا رح أضربك، بتحبي الشجار معي حتى أنا. وبضايقها طب أغراضها وبتاخدها للبيت، وبيشوفها في البيت وبيحكي لها أنا هون لأعمل مشان دين أبي، تخدعيني لتتقربي مني إذا أنت وافقتي تصيري زوجتي، شو بتحكي أنا ما بفهم. وبضايقها وبتصفعه أنا ما بعرف شو بتحكي.
وبتخرج لتدور على أمها. أمي شو بيصير خبريني؟ هو بيحكي بده أعطيه الطفل، هو أنت خبرتيني اشتغل هون؟ أبوكي اقترح هذا الموضوع مو أنا، وما تصدق وبتهرب وبتحكي له هي ما بتعرف شيء، روحي جيبي ابنتك لهون، وبتضل تبكي. روح لعند أبوها وبتخبره ليش سويت هيك، لا تخافي أنا بعرف كل أفراد عائلته، بس أنت خنتني يا أبي، أنا بدي أتزوج من الرجال اللي بحبه، وبيتأسف منها وأمها منهارها على الآخر، وما بيوافق كيت نهائيا على الفكرة، بس أمه بتجبره أنه يتزوجها. انت هون مشان واجب فاعتني بابني، فنحن دفعنا 32 مليون مو مشان تجلسي فقط. وبيجي صديقها يلي المفروض كانت رح تتزوجه وبتخبره روح، وبيضرب كات وبتتأسف من نوع عوض صديقها، وبتتبعه للداوي وجهه وبيسألها انتو بتحبوا بعض؟ ايه كان بيهتم بي كتير لما كنا صغار. بيروح للشركة وبتبدأ تنظيم وتنظيف البيت، وبيرجع وما ما بتعجبه ديكور غرفته، ما تفكري تاخدي مكان زوجتي هون، خدي معاكي هالأشياء، وبيطردها وبتعصب كتير، وبتضل تلعب بالبيانو بصوت عالي، وبيطلب من خادمه يرمي البيانو، فبتجي للشركة لتعمل عنده وبتعطيه عصير البرتقال، فبيحكي لها ما خبروك إني أشرب بس القهوة يا هبلة، روحي حضري لي قهوة، وبتعطيه إياه وبيروح ليدور عليها القهوة. كلها خلصت على الآخر، وبيشوف مكتبه منظم يا سلام، وبيجي للبيت وبتهرب منه مثل القط والفار. حتى اجت أمه في الصبح بتشوف صديقها، بس بيمنعها من مقابلته وبسبكي في الاجتماع وبيخبرها توقفي وإلا رح أطردك. أبوها دخل للمستشفى وبده يسوي عملية جراحية بأسرع وقت، بس ما عندهم فلوس كتيرة، فبتبدأ تبكي وبتفكر كيف رح تجمع المال، وبيراقبها من بعيد، فبتعطيه الدواء الدورة الشهرية وبتبدأ تضربه في ظهره وبيخبرها ما رح أموت من الدواء، رح تقتليني ضرباتك القوية هاي، شو فيكي هالفترة بدك مساعدة؟ لا ما عندي شيء، بسكوب في المطبخ بتجهز الحلوة، وبيسكب عليها الطحين عمدا عليها، وبيتأسف منها وحتى هي بترمي عليه المي، وبيروح ليغير ملابسه وبتجهز الحلويات وبتحكي له هدول لصديقي مو لألك. فبيجي وبيشوفها نايمة على الأرض وبيسألها ليش انتي هون، روحي نامي في السرير، فبتخبره لا بس أنا رح نام هون على الكنباية، فبيخبرها لا لا اسمعي كلامي، وبتنامي على السرير وهو على الأرض وبتحلم بأبيها رح يتركها، فبتسقط عليه وبتنادي أبوها كيف كان حلمك، كنت بحلم بأبي ارجعي لتنامي، وبتعطيه الحليب ليشربه وبتمسح له وجهه، وبيتصل أخوها وبيخبرها بشو شاف، فبيطلب منها بكرة ما تروح للعمل وبتطبخ له العشاء، فبتجهز له الأكل وبيرميه وبيحكي لها اسكتي انتي ما بتتعبي من الكلام، وبتحكي له أنا سويت مثل ما بدك ليش رميته، وبيروح ليضب ملابسه لأنه رح ينام في الفندق. بكرة بتجي للشغل وبتعتذر منه وبتترجاه يرجع للبيت، خلصتي من حكيك يلا برا، وبيرجع لياخد ملابسه وما بيهتم، وبيتصل بيها أبوها اعتني في حالك عزيزتي رح الشغل إليك، وبيسكر الخط عليها وبيحاول ينهي حياته، فبتنقده في الوقت المناسب، نحن وأولادك سوينا كل شيء وهيك بتجازينا، لأنه أبوها محتاج عملية ضرورية، ارحلي وتعودي مثل ما بدك، اذا رجعتي متاخره ما رح تدخلي للبيت، فبتخبره اوكي رح اروح انام، فانا متعبه من الحديث بدك شي خبرني اوكي، وبيضايقها وبتبتعد منه، فبيرجع الغرفه وبيشوفها بتجمع الزجاج من على الارض وبتنبهه ما يقترب، بس هو بده يستحم وبتدفعه وبيسقط، وبتساعده ليخرج وبطلع بيخليها تخرج، وبتشوفه وبسكن رح تقابل صديقتها، وبيجي عندها هالشخص وبتخبره أنا مستعجلة لازم أروح، وبيمنعها وبيضل يقترب منها وبتحكي له لو اقتربت أكثر رح أصرخ، لا تكوني هيك بدي أعطيكي هدية كم بدك من الفلوس لتضلي معي، وبتهرب منه وبيضايقها لحتى بتجي صديقتها وبتنقذها، وبيشوفه في الحفل بيحكي له أنا اشتريتها وهي حلوة كتير مو مثل البقية، وبيعص فبيرجع للبيت وهي ما بتعرف شو بيصير ليش معصب، خد لك حمام، فبتعرفي كيف تتعاملي مع الرجال، إذا ما بدك شيء أنا رايحة.
أنا بدفع لإلك مشان تهتمي بي، مو بالناس اللي حوالي والناس الثانيين، وبيضايقها وبتصفعه وبيستمر في مضايقتها وبينهض بس ما بيلاقيها وبيتصل بيها وبتتكر هاتفها، فبيجوا بيخطفوها وبيلاحظ ملابسها في الأرض وبيلاحقهم وبيجيبوها لعنده وبينقذها كات وبيتشجروا مع بعض وبيتصل بأبوها، هي معي لا تقلقوا عليها. كيف عرفت مكاني؟ شفتك بالصدفة ولاحقتك، أنا اشتقتلك. وبيعطيها حذاءه وبيروح ولا يتعشوا مع بعض. انت لساتك متضايقة مني؟ جاوبيني. فبتخبره لا، بدي اتعشى معك بكرة كمان. وبيروحوا بترجع بكرة معه للبيت. بيخبرها ما تفترك عني. بكرة بتجهز حالها لتتزوج من كيت، وبيبدأوا الاحتفال. حتى أمه بتحضر للعرس وبتخبرهم كيف بتسووا هالأشياء بدون موافقتي. يلا نبدأ. وبيلبسها الخاتب وبيتصوروا سيلفي مع بعض، وهيك بعيشوا سعداء. هيك بيكون انتهى مسلسلنا اليوم، يعني خلصنا. شكرا حبيبتي أسيل حمادي على تعليقاتك الحلوة، وحتى انتو حبايبي لو حابين تعليقاتكم تظهر في الفيديو القادم. لا تنسوا انكم تعلقوا كتير، ولو وصل هذا الفيديو لألف لايك المسلسل القادم بوعدكم راح يكون بجنن وراح تحبوه كتير. فلا تنسوا انكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتسووا لايك للفيديو. بتمنى من الكل اللي شاف هذا الفيديو ينزل ويعلق ويكتب اي شيء. فحبيبتي لو كنتي أول مرة بتشوفي قناتي، انزلي لصندوق الوصف واحضري، في كتير فيديوهات انعرضت في القناة وحتحبوها كتير. وبالنسبة للناس اللي ما بيعرفوا أجزاء تبع المسلسلات، فروحوا لقوائم التشغيل ورح يسهل عليكم الأمر وكل شيء هيك منظم. وبحبكم كتير كتير، وشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله. باي باي.